مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. تابعنا خلال الايام الماضيه واقعه وفاه الباحثه المصريه ريم حامد، واللي توفيت في فرنسا، واعلن نادر حامد شقيقها عن موعد ومكان الجنازه في فرنسا. وقال نادر عبر حسابه على موقع الفيسبوك: انا لله وانا اليه راجعون، ان شاء الله صلاه الجنازه على المغفور لها باذن الله دكتوره اختي ريم حامد يوم الثلاثاء 3/9 بعد صلاه الظهر في مسجد فاطمة الشربتلي تجمع الخامس. في ذات السياق، قال نادر حامد شقيق الباحثة في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إن القضية قيد التحقيق أمام النيابة الفرنسية، وأنه لم يصدر أي تقرير رسمي للحظة الحالية فيما يخص الوفاة أو تأكيد أو نفي شبهة جنائية الواقعة من عدمه. وواصل نادر حامد وقال: نرجو توخي الحذر في نشر أي أخبار قد تضر بسير العدالة أو تؤدي إلى المساس بحقوق ريم. واتكلم كمان نادر وقال إن أسرة الباحثة بتؤكد أنها لم تدخر أي جهد، وتواصلت على الفور مع الجهات المعنية، وتم التواصل مع مكتب المحاماة لمتابعة الإجراءات بفرنسا، كما أن الأسرة تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من شهر بها وذكر معلومات دون تأكد. كمان أكد نادر حامد شقيق الباحثة ريم حامد طالبة الدكتوراه أن المحامي الخاص بالأسرة على اتصال بالسلطات الفرنسية والسلطات المصرية في فرنسا من أجل التنسيق فيما يخص عودة جثمانها إلى أرض الوطن. وخلال الأيام الماضية، تبعت وزارة الخارجية المصرية واقعة وفاة الباحثة ريم حامد وفور تلقي القنصلية المصرية في باريس خبر وفاتها. تواصلت في الحال مع السلطات الفرنسية للوقوف على ملابسات الواقعة وطلب موافاة القنصلية المصرية بنتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن. كمان كان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري وزير الشؤون المصريين بالخارج وجه فورا بقيام القنصلية العامة في باريس بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات عن كثبة مع السلطات الفرنسية والوقوف على تقرير جهات الاختصاص الفرنسية لمعرفة أسباب الوفاة. كمان وجه وزير الخارجية بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة الوفاة وشحن جثمان الفقيدة إلى أرض الوطن فور الانتهاء من التحقيقات. دي كانت كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بآخر تطورات قضية وفاة الباحثة ريم حامد في فرنسا والإعلان عن موعد الدفن والجنازة. بشكركم على حسن المتابعة، إلى أن نلتقي في تغطية جديدة من شاشة تلفزيون اليوم السابع، نترككم في رعاية الله.